أنواع السحر. السحر لغة ما خفي ولطف سببه، وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. ومن السحر الأخذة التي تأخذ العين حتى يظن أن الأمر كما يرى، فهو عمل شيطاني يقوم به الساحر من رقى وعقد وكلام يتكلم به أو يكتبه، فيؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، منه ما له حقيقة فيقتل أو يمرض أو يفرق بين المرء وزوجه، أو يبغض أحدهما عن الآخر، ومنه ما لا حقيقة له بل هو تخيلات. وللسحر أنواع كثيرة أشهرها ثلاثة، وهي: لسحر التأثير حقيقة وأثر، ويسمى بالسحر الشيطاني، وذلك بسبب إعانة الشياطين للساحر، ويتم عن طريق كلام وتدخينات ونفث يقوم به الساحر، فتعينه الشياطين على تنفيذ مطلوبه، فيؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض أو يضعف البدن أو يقتل. ومن صوره: وحكم تعلم واستعمال هذا النوع من السحر كفر وشرك، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولقد أمرنا الله تعالى بالاستعاذة من هذا السحر في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وسحر التخييل نوع من السحر لا حقيقة له ولا أثر في الخارج، ويتم بالتأثير على الأبصار بطرق خفية، أو بالاستعانة بالشياطين ليرى الناس تهويلات وتغييرات لا حقيقة لها. ومن صوره: ولقد ذكر الله تعالى سحر سحرة فرعون بمواضع عدة في كتابه العزيز، منها قال تعالى: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وهذا النوع كفر أيضا لعدة أسباب، وسحر الخداع والتمويه والخفة هو فعل الساحر بخفة يده أشياء يخدع بها العيون حتى ترى ما ليس واقعا واقعا، فهو سحر مجازي لا حقيقة له، ويسمى هذا النوع من السحر شعوذة،
وعد هذا النوع سحرا لأسباب منها. وهذا النوع من السحر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب لأسباب منها. وهذه أشهر أنواع السحر التي يجب على المسلم اجتنابها واجتناب غيرها من الأنواع.